النبي مرة يصلي الفجر ورجع وهي ماسكة حصى، حصى تقول سبحان الله سبحان الله، يعني كأنها ماسكة سبحة، سبحان الله سبحان الله. وقال لها ماذا تفعلين؟ قالت أسبح الله. وراح النبي صلى الله عليه وسلم وجلس حتى أشرقت الشمس ورجع سبحان الله سبحان الله. يا زين الذاكرات، والله إن الله ذكر الذاكرين والذاكرات. سبح واذكر الله في سيارتك، في مطبخك، أنت وانت تشتغلين، في أي مكان، الذكر على لسانك ليكن مستمرا. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، وطلع النبي وجاء وهي جالسة حتى تعدى وقت الإشراق. فقال النبي: أما والله إني قد قلت أربع كلمات تعدل ما قلتيه كله. أنا قلت أربع كلمات تعدل اللي قلتيه من يوم صليت الفجر إلى الحين. قالت: وما هن يا رسول الله؟ احفظوهن واحفظوها. قال: قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هالكلمات يقول تعدل اللي سويتيه والوقت ذلك كله.